جيد جميل، يعني هذه مقدمة. جزاك الله خير يا دكتور. ما شاء الله أبو عبد الله، مقدمة جميلة جدا. برجع للدكتور شود الشقراوي، لأن طبعا موضوع الغذاء يعني أنا أعتقد بحر، والإشكاليات اللي تحصل الآن في أشياء كثيرة في قضية التأخر في الليل والوجبات المتأخرة في الليل، وأنا أعتقد لها علاقة حتى أنك في اليوم التالي تكون تأثير. فالمنهج معروف، منهج النبوي صلى الله عليه وسلم، حتى أجدادنا رحمة الله عليهم جميعا كان معروف أنه ما يؤذن العشاء، أذان العشاء يكون كل ما على قال تم إغلاق المطبخ، إذا كان في مطبخ طبعا ما عاد يدخل أحد في المطبخ ولا عاد يأكل أحد في المطبخ. دكتور، على موضوع العشاء المتأخر اللي إحنا تقريبا كلنا نقع في هذا الخطأ. والله شوف، هو الواحد إذا تخيل يعني بأسلوب بسيط، إذا تخيل ماذا يحصل لجسم الإنسان عندما يتناول وجبة بشكل أي يعني في أي وقت، فما بالك في وقت المفروض أن الجسم في هذا. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن موضوع الليل والنهار ذكر أنه سبحان الله يعني أنه الليل هدوء سكن كل شيء، يسكن كل أجزاء الجسم. الجسم المفروض أن كل يعني الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، كلها تهدأ. فأنت تجي تعطي الجسم في وقت غير وقته وتعطيه بكميات كبيرة وانت سهران، الهرمونات اللي هي المفروض تعمل بهدوء في هضم هذا الطعام ما قد تكون تعمل وهي منهكة. أحسنت. هذه تأثر على هو اللي يسبب الغضب، الجهاز العصبي. الجهاز العصبي لما يكون فيه يعني عدم توازن في الهرمونات والإنزيمات اللي مسؤولة عنه، يبدأ الإنسان يعني زي ما ذكر الأخ عبد الله موضوع اللي عند الإشارة، هذا تلقى الأعصاب عنده متوترة 100%. فما بالك لما يكون الإنسان مثلاً كلا كميات كبيرة بيزيد عليه. هو طبعاً أنت لما تأكل كميات كبيرة جسمك يخلد للراحة. ليه؟ لأن الدم كله يتجه للجهاز الهضمي يبدأ يشتغل عليه. كيف تربطه مع هي على ما ذكرت أنت أبو تركي، مسألة الوقت. يبدأ الجسم يعني حتى لو الجسم كان متأقلم معك في أول ليلة ليلتين الشهر الأول يبدأ يدهور الجسم، يرهق. فبالتالي يعني تنظيم الغذاء، اولا وقت الغذاء، كميه الغذاء ونوعه. انا اضيف شغله رابعه مهمه اللي جنبك تتعدى بعد ممكن تضيفها اللي حولك، الربع اللي حولك هنا لا لكن تاثيره صحيح. في بعض الناس يقول انا استانس لين جاي يوم الخميس اروح الاستراحه زين ياكل مع ربعي، يقول اكل مع ربعي وهذول هم اللي ارتاح معهم. خلاص برمج نفسه، لأن من تاكل معه بعد هذا لها تأثير. قضية متى تاكل ونوع الأكل وكميته يعني لها تأثير في الجهاز العصبي والراحة النفسية. وزي ما ذكر الدكتور خالد موضوع اختيار، لما يعني اختيار اللي ذكرته تو أذكرها اللي هي الأطعمة حق السعادة، أي حق السعادة، أطعمة السعادة. الإنسان بخيص، أنا الحين أنا جاي أنا وسعود في الطريق، أنا معي شيء هو معه شيء، طبعا هو اللي معه هو يرتاح له، عرفت ولا لا؟ يا قصدي كأكل خذ له شيء مع معين، هذا مرتاح لما كلاها أعصابه هدت. صح يا سعود؟ سعود اللي يسوق زين. لكن دكتور يمكن بعد أكله خذينا ساحة مرتين غير جدي غير جيد. لا هو والله شف هو هو يعرف طريقتي، بس أول مرة يطلع لي البسكوت. عندك ممنوعات كثيرة. هذا بالذات يعني سبحان الله، يعني من أول يقولون لك البسكوت وأنواع البساكيت اللي فيها سكر، وخاصة خلنا نأخذ مثال الدونتس، زيوت مهدرجة فيها، زيوت مهدرجة مقلي فيها سكر، فيها قمح. القمح مو بس قمح، دقيق القمح فيه مادة اسمها الجلوتين. الجلوتين هذه عاد تأثر عند بعض الناس، يمكن 20% من الناس هذه قد تربك الجهاز الهضمي. ما ودنا نشطح شوي، نرجع لموضوع السعادة. شوف الأشياء اللي تعطيك تسعدك، يعني في بعض الناس تسعده قهوة مثلا مع تمر، يحس بانسجام وراحة خلاص خلها عندك بس لا تكثر من الموضوع. في ناس يتلذذ مثلا بالشاهي، يشرب له 2-3، لا يشرب له 4 لين عاد. هذه تخضع لمعايير الكافيين في الدم، لأن الكافيين يوصل مرحلة معينة أنت لازم على أساس ترتاح لازم توصل لها،
فعاد هذا موضوع ثاني يعني. هذا موضوع لكن تكلم العشاء الحين المتأخر. أنا سمعت هذه معلومة إن الإنسان قوة الامتصاص عنده في الليل، قوة الامتصاص وقوة الهضم قبل صلاة العشاء أو قبل أو في النهار، بعض يمكن المختصين قالوا في فترة النهار قوة الهضم الإنسان. جميل. وقوة التخلص من الفضلات في الصباح يعني إنسان. عشان كذا التمر لما ذكرها الدكتور في بداية الحلقة، أكل التمر والأشياء ذا السهلة الهضم واللي زي ما يقول تتدرج في الجسم يمكن تساعد على التخلص من صحيح من الفضلات. كلام جميل. نعم كلام يعني زي ما تفضلت فيه، في أوقات معينة الجسم يشتغل، لكن مع الضغوط اللي إنا فيها الآن ترى الجسم الآن يعني يعني زي ما تقول يلا يلحق. والله أنك صادق. يا الله يلحق على المواضيع، النوم حقنا متأخر، يعني الرياضة عندنا محدودة، شرب مثلا المياه قليل، يعني دخلت علينا بعض المشروبات اللي هي متوفرة ولها ضرر، فجسمنا الله يعينه هذه لها دور في ولا لا دكتور خالد؟ صحيح. أي والله يعني شرب الماء ترى ذكرنا في قضية شرب الماء، وهذه يمكن أنا أعرف أنه في مقال لك يا دكتور أو قرأت قبل كذا إنه كثير من كبار السن معظم معاناتهم من قلة الماء جفاف. نعم. الجسم صحيح. فينسى الإنسان الكبير في السن وحتى الأطفال ترى، طفل متوتر بس ما يدري إيش في المدرسة. صحيح. من قلة شرب الماء ذكر المعلمين، وهذه رسالة لهم حتى المدربين أوجههم، كل ربع ساعة بالضبط من عطشان. بعض المعلمين قال عطشان قال يجلس بعد نهاية الحصة، لا خليه يشرب الآن وخل معها اللي يسمونها ذي المطارة. وأنا أقول الطالب اللي ما معه مطارة أنا أقول قل له لا بكرة لازم تجيب معك مطارة ولازم تشرب. صح. داخل الحصة يقول لا أستاذ، أحد أكلمه قال كل شوي يروح الحمامات، قلت خلي يروح الحمام أزين، هذا تنظيف للجسم. صحيح. خلي الجسم يتنظف، عندي هذا أهم أحيانا من الدرس. طيب.